كان في زمان بنت اسمها جميلة، كانت تعيش في قرية صغيرة في حياة هادئة وجميلة. لم تكن تحبها الفتيات في القرية لأنها كانت جميلة للغاية، وقد خطبت لشاب وسيم اسمه جميل. كانت الغيرة تأكل قلوب الفتيات، وأخذنا في إيذاء جميل. في يوم ما أقنعنا جميل أن تخرج معهن في رحلة. بعدما مشوا بعضا من الوقت تعبنا وتوقفنا عند نخلة. كانت النخلة محملة بكثير من التمر، بعضه تمر أحمر والآخر أخضر. انظرنا إلى ثمار هذه النخلة، يا له من تمر حلو. كم أتمنى لو أستطيع تسلق هذه النخلة لأحصل على بعض هذا التمر. إنه تمر ممتاز، ليتني أستطيع الصعود إليه. وأنا أستطيع تسلق هذه النخلة لأحضر لكم هذا البلح. وتركت سلة البلح تحت النخلة، وبسرعة ذهبت جميلة وتسلقت النخلة. وأخذت تقطف البلح وتلقي به إلى الفتيات.